عقدت وزارة الخارجية اجتماعا تعريفيا للسفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين لتسليط الضوء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة من 2019 و2021. في بداية الاجتماع قدم سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية شرحا تفصيليا حول ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر 2018 في مدينة نيويورك، مستعرضا سعادته جهود مملكة البحرين وإنجازاتها وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها المملكة لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا سعادته إلى المبادرات الحضارية الرائدة التي اتخذها جلالة الملك المفدى، والتي من أهمها تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، موضحا سعادته في الوقت ذاته أن النهج الإصلاحي لجلالته أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات. هذا الترشح يأتي للمرة الثالثة، احنا كنا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدورتين سابقتين، فنأتي الآن بخبرة أكثر وبإمكانيات أكبر وبتجارب ومبادرات ناجحة، وخاصة فيما حققناه في الفترة الأخيرة، فترة العشر سنوات الأخيرة، من إنجازات رائدة تتعلق بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى. طبعا احنا قبل نوصل للقاء التعريف اليوم حصلنا على تزكية المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، مجموعتنا اللي ننتمي إليها، بتزكية مباشرة وتم اعتمادها في الأمم المتحدة، وأيضا حصلنا على اعتماد من جامعة الدول العربية عن طريق قرار صادر من جامعة الدول العربية، وأيضا حصلنا على العديد من الدعم من الدول العربية والدول الأجنبية لترشيح مملكة البحرين، ونحن الآن في سبيل التواصل لشرح برنامج ترشيح مملكة البحرين للمجتمع الدولي والأهداف التي سوف نعمل لتحقيقها، اللي هي الأهداف الطوعية.